طيب عبد الباسط مرة الخبر. الحاج عامر لما جاي يعمل كاس الرابطه، الحاج عامر انا مسؤول. طب بصوا يا جماعه عشان بس ما استاذ جمال علام، الحاج عامر، حاج عامر حسين، استاذ احمد دياب. ها الاستاذ احمد استاذ دياب، احمد دياب، انا مش مسؤول عن اللي بيقوله هنا على الهوا. ليه؟ سلمني. لا لا لا، ده تسليم، ده تسليم بجد. احنا كنا على الهوا المره اللي فاتت فقال لك هتحصل تغيير في لجنه الحكام. ها ايوه تروح لرابطه الانديه، هتروح لرابطه الانديه. فاحد المسؤولين كلمه قال له ازاي ابراهيم يقول كده، ازاي الكلام ده يتقال، قال له ازاي الكلام ده يتقال. قال له ابراهيم قال، قال له ابراهيم قال كده، قال له انا سمعت. فالتاني ما يقولوش ان الكلام ده انا اللي قلته. قال له ده انا، قال له لا والله ما اعرفش، والله ما يعني هظبطها مع ابراهيم، هظبطها بقى مع ابراهيم، ما اعرفش هو اجابها اجاب ازاي المعلومه ديت منين. فمسؤول تاني كبير برضه تمام راح مكلمه قال له عبد الباسط، هو انتوا عندكم في البرنامج اتقال الكلام ده؟ قال والله انت تاني واحد تكلمني في الموضوع ده. في ايه البرنامج؟ ما اعرفش والله، ابراهيم هو اللي قاله برضه. فالتلاته بقى طبعا بيضحكوا طبعا، وانا هسلمك والله ما انا هسيبك، ده انا جاي مرقد لك عليهم المره اللي فاتت، انت تسلمني تحت الهواء. انا مسؤول عن كلام انا. فحاج عامر، استاذ جمال علام، استاذ احمد دياب، انتوا عارفين ان انا صريح، الحاجه بتاعتي اقولها بتاعتي، الحرامي بشيلته خلاص كده. فلو انا قلت حاجه هقول انا قلت. هو اللي قال على الموضوع بتاع ايه، بتاع ايه؟ لجنة الحكام هتروح الرابطة. وهتروح الرابطة ولا مش هتروح الرابطة؟ هتروح الرابطة، فهو دي تأكيد صريح يا جماعة. شكرا يا أستاذ أحمد. فقرة خلصت النهاردة. عايز حاجة تانية؟ آخر حاجة بس الحاج عامر لسه برضه عايز تقول؟ طب قول. الحاج عامر اللي جاي من قرعة كأس الرابطة حط الأهلي والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات، قال لك عشان ما يقابلوش بعض. فأنت لو قلبت الجدول دلوقتي هتلاقيهم هم في الآخر. فما لهمش، مش هيلعبوا النهائي ولا قبل النهائي. هو كان عامل الماتشات تتلعب في شهر يونيو. اللي هي قبل النهائي والنهائي عشان الاهلي رايح كاس عالم انديه. دلوقتي خلاص هو مش رايحين، في فرق تانية راح. بعض الناس قالت انه هيتم تقديم المواعيد دي، لا هو الحاج عامر هيسيب نفس المواعيد في ميعادها. بس التفصيله الوحيده اللي ممكن تحصل انه لو كان الاهلي او الزمالك كان ممكن الماتش يتلعب بره. دلوقتي مش هتلعب بره، كانوا عايزين تسويقيا يعني. كمان انه الدوري هيرجع يوم ايه؟ الدوري هيرجع يوم 9 او 10 اللي جاي بعد نهايه بطوله افريقيا اللي جايه ان شاء الله. تحب تقول اي حاجه تاني؟ اخر حاجه انه بكره هيتم التاكيد انه الحاج عامر يعلن الجدول كامل ولا ناقص يعني طبقا عشان خاطر ماتشات الترتيبات الافريقيه. ايه رايك؟ خلصت خلاص كده؟ خلاص خلصت كده؟ خلاص على انا والراجل بلغ عن نفسه. انا والراجل اللي كتبت. هو الراجل بتاع الجيزه، معلم بتاع الجيزه. يا ابو الشوق شرفتنا ونورتنا، انا بشكرك شكرا جزيلا كالعاده متالق. يا استاذ احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، انا صديق كالعاده متالق، واللي يقول حاجه يبقى ده ما تلبسنيش في حاجه انا ما قلتهاش. انت عارف انا داخل في مره عايز الاقي حاج كبير مكلمني يقول لي تراهني ان احنا هنعمل كذا، فانا مش قلت له رهنك كسب. لقيته بيكلمني النهارده قال لي رهن، قلت له رهن ايه؟ ده رهن حرام، خدت الكلمه منك برضه يعني. انا لما اكسب ما اخدش، لما اخسر ادي.